تعبان لك تعبان فيني النوم اقول لك مو قادر افتح عيوني بنام حبوب تخليني قاعد وما انام تعطيني نشاط خلاص خلاص باكر اجيك واخذ منك الحبوب ماشي يبا ترى انا ما كان قصدي اسمعك وانت تسولف مع رفيجك انا بالصدفه مار وسمعتك تسولف معاه بالتليفون يبا انا قاعد احاتي لان امتحاني بعد يومين و يا حبيبي انا ما ابي الومك انا ابي انصحك حق مستقبلك انا ابيك تبذل مجهودك بالدراسه باللي تقدر عليه ما ابيك تدمر حياتك ونفسك علشان تطلع من الاوائل بالمدرسه لا يا يبا والحين إذا أنت حاس إنك تعبان من الدراسة فأنا أقول يا ليت تنام شوي وتريح وإن شاء الله عقب صلاة الفجر لا صلينا يميع بالمسجد وردينا أنا مستعد أساعدك بالدراسة إيش رأيك؟ إن شاء الله يبا يا ولدي ترى هالحبوب اللي قال لك عنهم رفيجك هذه كلها سموم سموم قاتلة ومدمرة بعدين شال حكي يقول لك تساعدك وتنشطك يا ولدي هذا كله حكي فاضي ما منه فايدة الحبوب المنشطة تشكل خطراً على الحياة ولا يتم تناولها إلا بمشورة الطبيب مع تحيات إدارة تفتيش الأدوية وزارة الصحة.